نتشرف اليوم بإطلاق النسخة الجديدة الثانية لبطاقة الشفاء، والتي تعد إنجازا وطنيا تم تصميمه من طرف كفاءات وطنية. وتتميز النسخة الجديدة من البطاقة بسعة تخزين أكبر وخوارزميات تشفير أقوى، وتحتوي شريحة البطاقة على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيد وذوي حقوقه، بالإضافة إلى تفاصيل الأدوية المسلمة. وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته التي تقضي بجعل خدمة المواطن في صلب جميع اهتمامات وقرارات السلطات العمومية، فقد تقرر رفع قيمة التعويضات الممنوحة عبر نظام الدفع من قبل الغير باستعمال بطاقة الشفاء من 3000 دينار إلى 5000 دينار.